يبقى الموقف العربي اللي هو برأيي أنا نقطة الضعف عنا. للأسف العرب اللي كانوا ماشيين بالتطبيع معتبرين أنه هاي المعركة بتخسرهم، رغم أنه يفترض لو كانوا بدهم مصالحهم يستفيدوا من معركة حماس لزيادة نقاط قوتهم بالمفاوضات. يعني حتى هنو عم بفضل، لأن الإسرائيلي ما بده يعطيهم شيء، حتى بالنقاش بين السعودية وبين الإسرائيليين عبر الأمريكان للتطبيع نتنياهو ما بده يعطي السعودية شيء. آخر شيء اتفقوا على أنه والله منحسن الوضع الفلسطيني. هل السعودية تتحمل أنه تنتهي الأمور تنتهي القضية الفلسطينية بدون أي نتائج؟ أنا برأيي اليوم أصبح قادر حتى من منظور التفاوض، بديش أحكي من منظور التحرير والمقاومة، المفاوض السعودي أو الرئيس السيسي أو الرئيس ملك الأردن يقولوا للإسرائيليين والأمريكان أن الأمور ما بتمشي بهذه الطريقة. هذا القهر وهذا عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية بده يوصل إلى ما جرى. تعالوا نشوف شو بدنا نعمل إذا عم نحكي بس بمنطق التسويات ومنطق المفاوضات، أما بمنطق المقاومة لا. أنا برأيي نحن أمام مرحلة إسرائيل مش راح تزول، حتى البعض لأنه بيقول لك البعض أنه كيف بكون تزيلوا إسرائيل، ما بتزول إسرائيل بشكل فجائي. هذه نظرية ابن خلدون بالدول، الدول بتتراجع. نحن الآن حقيقة اللي كان يقوله سيد حسن، يعني هذه أوهم من بيت العنكبوت، أن انهيار إسرائيل بلشنا نشوفه بشكل واقع. بدي أسألك حول هذه النقطة، لأنه عادة يعني أو على الأقل التاريخ القريب في الصراع العربي الفلسطيني، بعد كل إنجاز أو بعد كل عمليات نوعية أو حرب كبرى يكون للعرب يعني اليد الطولة فيها، كان يصير في لها انعكاسات سياسية سلبية. خلينا نقول حرب أكتوبر، سلام بعد عملية ميونخ، تصفية عدد كبير من القيادات الفلسطينية المشرفة على هيك عملية، فبالتالي بالسياسة يجب أن يقرأ ما بعد هذا.